فيما يخص التشغيل وفيما يخص ايفول سورتو فيما يخص جالبوس وحكايه الاخوان اللي طردوا من العمل والواحد كل فما المساحه نتاع الدوله باقي موجوده متواصله. وكلمني توا البارح بركه كلمني واحد تونسي راكم تعرفوه سي المرزوقي قال لي انا راني مهتم بهالموضوع هذا وماذا بيه نجيب معايا دي زالمون ونعاودوا نشغلوا الواحد هذا. وجيت بحدايا لميا مزاتي وكلمته هي خاطر تعرف عندها برشا معلومات على المعمل الجلد غديك واحد وكل شيء. قلت هاي معك هي وتعرف هو يحب يجي ويحب يعاود يبعث شو اسمه المعمل هذا يبعثه للتشغيل معنا باش نشغل فيه العباد وغايدون عباد منزل بورقيبي يقول لك 4000 واحد خرجوهم من العمل نتاعهم هذوما معناها برشا عائلات. وقلنا له تفضل مرحبا بك واللي نجموا نعملوه معاك. سي مرزوقي قال انا تو نجي البارح برك كلمنا قلنا وان شاء الله يجي وان شاء الله يجيب معاه ديزالمون اذا كان فما امكانيه واللي تعمل فيه الدوله راهو زاد كيف كيف اللي نعرفه انا اللي سمعته انا باقي ماشي في الاتجاه اللي هم يزيدوا يعاودوا يحبوا يعاودوا يرجعوا المعمل هذا يخدم كما قبل. واذا كان ما فماش هو بيدو سيد هو بيدو راه باش يحط باش يجيبوا واحد اخر 100%. وهي توا عند المصفي معناها لازمنا نشوفوا شنو اللي موجود هذا فيما يخص الواحد. على الفولاذ ما عنديش أنا معلومات كبيره عليه هو بيدو عنده برشا مشاكل الفولاذ وما عنديش معلومات يدخل ولا ينقص ولا يزيد ما عنديش معلومات. هذه انا نلقاها عند السيد المعتمد عنده اكثر مني معلومات. بقى برشا عباد يجوا بحدايا من الفولاذ ومن الواحد يطلبوا كيفاش نجموا نعملوا نقول لهم احنا رانا ما نجموش نعملوا اما اذا كان تم امكانيه نتاع تشغيل رانا نشغلوك ما تم حتى مشكل. احنا توا لوت هك تسمع توا في الحس هذايا راهو عندنا متعاونين احنا والجاي زاد هذايا تاع سوسيون دي زالمون اسوسياسيون المون معناها بالالمون جيرمن انترناشونال سوزامن اربايت معناها هذوما اللي يتعاونوا مع التعاون الدولي عندنا معاهم خدمه باش يعملوا لنا لهنا فضاء المواطن لي سيتويان سي ليسباس سيتويان فضاء المواطن هذايا تو بعد نحكي لكم المنظر هذايا اللي تو باش تشوفوه تو باش يتبدل كومبليتمون اللي اللوطاني هذايا برك نشوفوه باش يتبدل كومبليتمون نعملوا حاجه لايقه بمنزل بورقيبه حاجه نظيفه من نوع حتى شفت البنك بحذانا ربما نوليو خير من البنك لهنا اما راهو الطبق اللوطاني فقط. هذايا مجهودات عملناها احنا بيان سور كان يابا خصوصية تصلنا بالعباد وواحد وكل شيء وقالوا لنا ما يسالش نعاونوكم في الاول معناها حبوا يعملوا لنا حويجه ضعيفه قلنا لهم لا اما فيها تعملوا حاجه باهيه ولا لا يلزمنا حاجه موديل احنا وسليانا عندنا حاجه موديل باش يعملوها هنا في منزل بورقيب وان شاء الله ننجحوا فيها. الاشغال ما تدومش اكثر من شهر ونص شهر ونص معناها بعد شهر ونص تلقاها واحد وعندنا معانا باش يكمل بعد هذاك يجيونا عندنا على خاطر مش اللي يجي ينجم يخدم في بيرو باش يقابل المواطن انا يعني نجم نستقبلك ونحكي معاك وتتغش انت عليا ونقعد انا دمي بارد ثم مواطن تتغش انت مواطن يتغشش والمسؤول يزيد يتغشش يطلع معاه. احنا باش نحبوا نعلموا العباد باش كيف يجي المواطن مهما تغشش على انه يلزم الاخر يقعد ديما دمه بارد ويلزم يجاوبك ويقنعك. هذا معناه لا كوميونيكاسيون ما بين العباد وان شاء الله زاد ننجحوا في هذا معناها بقدره ربي. هما راهم باش يعطونا بخلاف الخدمه اللي باش يخدموها هنا باش يعطونا التجهيزات معاهم توسكي اورديناتور توسكي ابليكاسيون توسكي معناها اكومبانيومون ولا فورماسيون وما يعاونونا فيها وهذا نشكروها عليهم شكر جزيل على الواحد. جبتي على كارفور بكري احنا عندنا سال دي فيت وثم حويجه غادتني برشا من جماعه البلديه الهوني احنا صدرنا حكم استعجالي على سيدي اللي شد السال دي فيت تو اللي هي تكريته في الاساس على اساس فضاء ثقافي وعنده معها مشرب بيبات كما نقولوا فيها تصبح هذاك قاعه العاب والمشرب يولي قهوة ويزيد ياخذ الحديقة في جرته معاه معناه بدون قبل ويقعد ما يخلصش. عام 2011 يقعد مسالفة 5 ملايين عام 2012 كامل ما خلصش حتى مليم وعام 2013 ما فما حتى يعيطوا له لهنا في البلدية بعد ما جبنا الحكم من المحكمة يقولوا له في بالك اللي انت علاش ما تستنفش ولا حاجة كما كاي هذه اونترو بارونتيز علاش ما تستنفش معناها هذا حسب اللي فهمته انا اما يقولوا له راهو صدر حكم ضدك
تعلم متكلم المحكمة عيطته ما حبش يمشي، علاش انا عيطت نقول له اصدار الحكم وحد كل شيء. شفت كاني خدمه من ورايا وما حبيتهاش انا هذه. شو اسمه فيما يخص كارفور، احنا باش نكلوها الكارفور غدوة ربي، باش يجينا كارفور نخرجوه اليوم وغدوة كارفور يجي يبدا يخدم على روحه. وهذه حاجة يظهر لي به المنزل بوركي، بس سي اون بون رياليزاسيون، على الأقل تتبدل المناظر، المظهر شوية يتبدل شوية، وتم موفمون حركية واحد وكل شيء، والعباد كل ما تقعدش كان عباد معناها لاصقين في المونوبري ولاصقين في حاجة ظريفة. بيان سور فما اللي عندهم دي سوبرات مش يتقلقوا شوية، أما المنافسة لابد منها. نخمموا أكثر على منزل بوركي أكثر من حاجة أخرى. قصر البلدية مازالت ما تعملش، احنا لقينا مشاكل واحد، احنا 360 مليون حاضرين، وقت اللي عملنا 360 نحن نحينا ما قيمته 100 مليون اشغال نحيناهم طرحناهم اللي هم متمثلين في تهديم وإعادة بناء القاعة. رغم اللي نحينا 100 مليون قالوا لنا لا يلزمكم تزيدونا 10% ستدير 40 مليون دينار اخرين فوق 360. يا ودي علاش هذا؟ قال لك لا خطر الاشغال. قلت له احنا ما نجموش نزيدوكم، نعاودوا البتة، نعاودوا نطر مش البتة، نعاودوا لابيل دوفر. وعاودنا لابيل دوفر في العود باش تطلع نورمال اقل من واحد، تطلع ب 428. تقعد البلديه ناقصه معناها من 360 ل 428 في على الاقل 68 مليون. زدت عملت مجهود ومشيت لصندوق القروض وطلبت منه 70 مليون وان شاء الله يعطيهم لنا. واذا كان ما عطاوناش 70 مليون من صندوق القروض على خاطر احنا طلبناهم في 40 مليون باش كقرض، عطاوهم لنا اسناد، عطاوهم لنا بلاش قرض معناها خذوا واخدموا على الارواح. ما نجمش نزيد نرجع له بشويه ونقول له زيد اعطيني 70 مليون ولو انا عمل وطلبته. معناها كاني مش اعطيني 110 مليون في الكل من غير واحد. قلنا ما تجيش، اما ما يساش خلينا نمشوا نطلبوا ونقولوا لهم فضول. اما بقدره ربي اذا كان يعطيونا الواحد راهي بقدره ربي ما تكلفناش بك السوم ب 422 28 مليون، تكلفنا ما بين 300 ما بين 250 260 حتى ل 300 بقدره ربي. هذا فيما يخص البلديه، وان شاء الله ننصح. كان عندكم سؤال اخر تفضلوا. بارك الله فيك. عملت لهم حوصه كامله. السلام عليكم. ماشي غادي تخيل، قلت هم هنا هم كاش عندي رنديفو مع شنو مش عارف شنو تتكلم. انا جوست حبيت جلال الماطري اصيل منزل بورقيبه اكتوالمون جو سوي هاني في فاكونس، يعني تسمى بين قوسين فاكونس. عندنا ثلاثة مشاريع إن شاء الله نحب نعملوهم هنا بما يخص فما بروجي هو ألماني نحبوا نخدموا مع المجتمع المدني على أساس باش نعملوا أن فوروم توا نهار الخميس باش نحضروا ديزاتوليي باش يصيروا يمكن في أكتوبر وفي نوفمبر مع الألمان هذوما، على أساس أن كا دو كونفلي كيما توا صايرة باغ إكزومبل في عندنا في تونس بين الحكومة وبين المعارضة واللي هي الاتحاد اللي هي ماخذة الموقف هذا نتاع الميدياسيون. نحبوا نعملوا دي فورماسيون في منزل بورقيبة افيك دي جون يتعلموا كيفاش يعملوا الميدياسيون ان كا دو كونفلي، مثلا البلديه مع التاكسيات مثلا فما مشكل هاك يجيو الميدياسيون نعيطوا الجروب هذا باش يمشيوش للعنف يمشيوش للتازم والمشكله فهمتي يلقاو حلول. هذه سي فورماسيون اللي الشباب كيفكم انتم ينجموا ياخذوا يعملوها فورماسيون هذه باش يحطوها في السي في نتاعهم وتصلح لهم في المستقبل حتى في العائله نتاعهم كيفاش يهديوا الامور كذا فما مشكل في العائله ولا مشكل في مكان اخر. هذا توا انا قاعد ناخذ في السامي نتاع الناس اللي ناشطين هنا شويه باش خذيت النساء والرجال باسكو فو فورمي اوسي لي فام في الكادو هما اكثر منا مرونه اكثر ويلقاو الحلول اكثر منا نحن جو بونس. قاعد ناخذ انا في الاسامي نتاع الجمعيات نحب نشارك الناس الكل ما فيهم يعني جمعيه الناشطه بصفه عامه ان شاء الله ما ننساوش برشا ناس نحاولوا باش نلموهم الناس الكل هذوما نهار الخميس على اساس يجيو هذوما الالمان هنا باش نشوف تو الثقافه لقيتها مسكره اللوكال باش ناخذ المكان يعني عندنا دار الثقافه هي والمكان الكبير يتسع يعني باش يلم الجمعيات والاشخاص الموجوده في منزل بورقيبه.
وان شاء الله نوصلوا باش نلقاو يعملوا بعداش فورماسيون ويعملوا في لي هذوما وفورماسيون تكون لهم هذه في المستقبل يعني خزينه فيهم خزينه لهم يعني. ولا نهار الخميس انا مو باش نعملوه نهار الخميس الوقت بالضبط ما نجمش نقول لك بالضبط الوقت لكن باش نكونفي جو كونفيرمي سا ست ابري ميدي نجم نقول لك وقتاش بالضبط هي حتكون نهار الخميس السته انا مونت العشيه خاطر العباد يخرجوا من الخدمه ويكملوا الخمسه يعني يجيو تو سويت بعدش يجيو غادي يتقابلوا ونعملوا قاعده مع بعضنا ونلموا الناس مع بعضها شويه ونحاولوا كيفاش حتى بدنا العباد تعرف على بعضها وسين اوكازيون بو سونكونتخي زاد التوانسه منزلين مع بعضهم يعني مختلف الشرائح الكل. ترجع بالفائده يعني تولي عندنا قدرات في منزل بورقيبه ناس اون كا دو كونفلي يعني في الميدياسيون في كا دو كونفلي يجيو هذوما يلقاو حلول يعني نتاع ديالوج نتاع يعني ميدياسيون بين الطرفين يعني فهمتني وهذا يعني حاجه تقعد يعني الشخص تقعد له ك انفورماسيون عملها كيما في زوت انفورماسيون تكون في التصوير ولا في حاجه اخرى فهمتني فوالا. على ذكر الفوروم احنا نهار 25 سبتمبر باش نعملوا بالاشتراك مع جي زد باش نعملوا ان فوروم هنا في القاعه نتاع القاعه دي شو اسمها القاعه اللي بعدين تاع الاوبرا في قاعه الاوبرا باش نعملوا من 9 نتاع الصباح وبعثنا البارح برك صحات في الاستدعاءات للجمعيات اللي موجودين في منزل بورقيبه الكل بعثنا لهم باش يجيو وبعثنا لهم لوردر دو جور هاكاش باش نعملوا مطلبين هما بدهم يحضروا علاش باش يحكي الفورم هذايا باش نحكيو على ما هو احنا ماشيين في الحوكمه الرشيده وماشيين في استقلاليه البلديات وفي معناها هكا اعطاء البلديات مشمولات اكبر من المشمولات اللي عندنا تو دونك قلنا يلزمنا من تو نبداو نحضروا الجمعيات ويلزم مادام تم حوكمه رشيده يلزم المواطن باش يولي يشارك البلديه في المشاريع اللي تحضرها البلديه باسمه هو ولا انه من عنده زاد الاقتراحات نتاعه هو شنو تحب تشوف احسن مشروع نجمو نعملو هنا نجي انا كبلديه نقول انا نحب مثلا نعمل قاعه نتاع رياضه قاعه مغطاه للرياضه في البقعه الفلانيه ولا نحب نعمل فضاء اخضر ولا فضاء ثقافي في البقعه الفلانيه ولا نحب نعمل استاد كما نقولوا هكايا ملعب رياضي في البقعه الفلانيه المواطن اللي هنا يشاركني في الحكايه نتاعي احنا عندنا نعملوا معناها كثير من المشاريع وهو يختار اول باب ساعه يختار الاولويه انه هو المشروع اللي يحبه هو خير مثلا قلنا توا قاعة مغطاة نجم نقول بيسين مسبح نجم نقول ملعب رياضي هو يقول لا احنا نحبه مثلا نحبه مسبح عندنا برشا عباد تعمل مسبح ولا نحب قاعة مغطاة عندنا برشا عباد يعملوا الكاراتيه هذا رانا حاجتنا بالجمعيات كما هذوما منها احنا نوفروا لهم المكان منهم هما يعاونوا البلدية باش يعاونوها البلد يعاونوها هما بالقيام هذاك توا عندنا كلي نقولوا له ابيلا بروجي جي ان بوتي بروجي كيما كي يقول لك انا توا باش نعمل هذا وعندنا باش نعمل ثاني مشروع نحب ننظف مثلا مدينه منزل بورقيب ومع جي زاد يقبلوا هما المشروع هذاك ويعطيو اعتمادات باهيه بشويه بشويه من الاول ما نعرفش حتى لنوصل الاعتمادات اللي هي العباد اللي عندها ثقه في الجمعيات الهوني ويولي يعطيهم اكثر فلوس على خاطر توا راهو ما عادش باش تقعد البلديه وحدها هي اللي تخدم في المشاريع هذوما راهو الجمعيات ولهذا ماذا بينا احنا اذا كان قاعدين نحكيو على اون ديريكت نحكيو اون ديريكت راهو ماذا بينا الجمعيات بكلها تشارك في الفورم نتاع نهار 25 سبتمبر القادم وراهو ماذا بينا نسمع اراء العباد بكل ماذا بينا الكل اولاد منزل بورقيبه يعرفوا اللي راهم هما مسؤولين على منزل بورقيبه راهو ماهيش الاشخاص اللي باش تقعد معناها ولا اللي يقودوا اليوم هما باش يقعدوا غدوا راهو ثم نجم تكون انت نجم يكون هو نجم يكون معناها برشا خويان اخرين موجودين ولهذا يلزمنا نحطوا ناخذوا بعين الاعتبار اللي رانا كنا مسؤولين حطينا واحد هو باش يقودنا هذاك اللي نحترمه كل والناس الكل تخدم معاه لفائده البلاد ورغم نجم نقوموا ببلادنا وما نجم منزل بورقيبه تنهض الا بالوليدات نتاعها بولادها
باش نقول ولاده، مش معناها اللي مولود في منزل بورقيبه برك، كل واحد عايش في منزل بورقيبه يسمى ولد منزل بورقيبه. دونك يلزمو يخدم باش يكون منزل بورقيبه. احنا ماذا بينا هذا كل نزرعوه وتتبقى لنا ككوميونيكاسيون قبل ما بيناتنا نعرفوا بعضنا ونعرفوا واحد، خاطر ما دامنا بعاد على بعضنا وما نعرفوش بعضنا ديما فما حاجه تفرق ما بيناتنا. نقولوا هات نفهموا بعضنا، شنو نقولوا تو نولوا الناس كل احباب والناس كل صباح الخير ونهاركم زين. انا عندي رؤيه في مكان معين تو اللي هو كانت حوم سيسيليا، الارض هذيك الارض حوم سيسيليا اللي قاعده قدام الليسي. اي لا ماهيش مزال هذيك مكانها عندنا في تو نشوفوا في سويسرا مثلا. بون المشكل في العباد يقولوا لي ديما في سويسرا ويعملوا لي هكا ويحطوني اكوتي ديما يصنفوني. المكان هذاك يجم يكون ليسي اخر مقابل وتحته الكل صاله مغطاه، صاله مغطاه يعني سال تعمل تحفر لها يعني 7 متر لوطه وبيسين تكون جنبها، يعني ما تكونش تكون فيها يعني الناس اللي تعمل فيها رياضه وتعمل فيها يعني. وهذه يعملوها في اوروبا، يعملوها في اغلب الاحيان. تجي الليسي يجم يكون الليسي يكمل يعني فما انتونيل يكمل من فوق يتعدى وتعدى ومدرسه يعني تكون عدديه موجوده ولوتا سد. هذا نجم نلقاو البروجي نتاعو تو كان نخدموا عليه تلقاو البروجي نتاعو نلقاو. نزيدكم حوايج اخرى ما دام تحبوا على مازال نزيدوا حوايج اخرى. احنا كلمونا لي زالمو معناها شتوتغارت فيما يخص لوبرج نتاع البلديه اللي كانت قبل ما هي امورها مشات تو ما عادش فيها ما يتشاف. قالوا لنا نعملوا ايتود، نعملوا مره اخرى نعملوا مشروع بيننا وبينكم ونبداو في ليتود نتاعنا في جانفي، وفي اخر العام نتاع 2014 يكون البروجي وفي ونعاودوا نبنيكم نعملوا مشروعنا غادي. قلت به نعملوا نعاودوا نعملوا المشروع وربما هذا تو نطرحوه في وقت من الاوقات. شنو اللي ترى انت صالح نجموا نعملوه في بقعه لوبيرج تو اللي موجود وعندنا فيها تبارك الله فيها 5 ولا 6 نوامر كبار باهين معناها من البنيه هذاك حتى لك الوادي اذا كان تعرفوا البقعه فيه معناها مساحه كبيره لاباس عليها ونجموا نعملوا فيها برشا برشا تجهيزات اخرين معناها كرياضه مثلا باسكتبول هاندبول مسرح فضاء مثلا نجموا نعملوا بيسين كما قال هو قراب للبحر برشا حوايج نجموا نعملوا. احنا ماذا بينا زاد كيف كيف هذوما رانا في بالكم رانا باش نبداو ليتود نتاعنا في جانفي ونمشيو معاهم خاطر هما صرفوا فلوس قبل وما مشاتش في بقعتها ربما والحاله نتاعها نتاع اليوم ما عادش ولات حاله نتاع يلزمها تتهدم معناها سي دوماج سي مالورو. وان شاء الله كي نعملوها المره الجايه نعملوها على قاعده صحيحه ما نخليوهاش تخدم كما تخدمت قبل، خاطر الرابور ديكسبرتيز اللي جا فيها معناها يبين اللي حق السيد اللي خدم الاشغال هذاك راهو في الحبس نورمالمون. لكن اللي فات مات نقولوا احنا نمشيو نخزروا القدام وان شاء الله نخزروا القدام مع نظرتنا التالي زاده اللي راهو تم برشا حوايج اللي تعملت يلزمنا نتعظوا بها نقولوا هذاك صار وهو علاش صار وهو هذا الشيء اللي صار هذايا فسد هذايا يلزمنا نتفاداوه في المستقبل وهذا اللي احنا يلزمنا نعملوه. اذا كان باش نقعدوا ديما هكاك نغمضوا عينينا ونتعداو هذاك صار وتعدى هذاك لا، يلزمنا ناخذوا على الاقل الوعظ من اللي فات باش نجموا نقدموا القدام. اذا كان ننساو اللي فات رانا ما نجموش نقدموا. شكرا. وانا باش نكمل بما قال سيد رئيس البلديه ما يخص المانيا. انا كنت عندهم في من شهر التالي وكانت عندهم جمعيه في تيبينغن، جمعيه استدعوني انا في سويسرا واستدعوني مغاديكا عندهم الانيفرسير نتاع الجمعيه نتاعهم كنت موجود غادي وحكينا على اساس يعني باش نبدلوا يحبوا الفكره نتاعهم. الجمعيه هذه ماهيش جمعيه التوأم نحكي على الجمعيه، يحبوا يعملوا جمعيه تونس يعني شتوتغارت منزل بورقيبه جمعيه على اساس قاعده صحيحه على نظريه اخرى فيها تواصل فيها يعني تبادل ثقافي اجتماعي يعني تنجم تكون فيها جمعه ان سيمان كولتوريل تكون موجوده في المانيا فيها الكولينير تكون فيها زاده رياضه تنجم تكون فيها مسرح راب وغناء يعني سينما
تبادل كامل معاهم هما، ويحبوا هما زاد كيف كيف هما يجيو لهنا نعملوا جمعه ان سيمان الموند، فهمتي، هنا يجيبوا لنا الجمعيات نتاعهم اللي موجوده ونعملوا نشاطات مع بعضنا متبادله مع بعضنا في منزل بورقيبه. هنا تنجم تكون في روندو في مكان هكا، نكون في الاماكن منزل بورقيبه كل يكون فيها ليزاكتيفيتي كل هذوما. على ذاك كلموني يحبوا نحبونا نعملوا جمعيه هنا في منزل بورقيبه، جمعيه يعني مش جمعيه التوأمة، جمعيه يعني تكون متواصله مع بعضها وتخدم مع الجمعيات الاخرين، يحبوا علاقات اخرى حتى مع البلديات. قالوا لي البلديه نتاع النظريه نتاعهم بلديه شوتغارت نحبوها تتبدل نظريه اخرى لبلديه منزل بورقيبه. يعني عندهم قال لك مدينه، نحن مدينه غنيه جدا، نحن يعني حاضرين باش نعاونوا باش نساعدوا، سورتو جيبونا دي بروجي كونكري ونحن حاضرين باش نساعدوا باش نعاونوا كل شيء. يعني يلزمنا نحاولوا نكملوا في الثنيه هذه ونحاولوا نتواصلوا معاهم ونحاولوا زاده نكونوا موتيفي باش نجيبوهم. هاي باغ اكزومبل فورماسيون في الاجار هذه قلنا لهم يعني عندنا مشاكل، عندنا مشاكل تاع الاجار وما عندناش ناس مخصائيين باش يقصوا الجر والماتريال هذا كل. اي سون بري دو نوزيدي دون سو دومين لا، فهمتني؟ يعني عندنا فورماسيون بروفيسيونيل حتى كان عندهم الخبره الالمان في الفورماسيون بروفيسيونيل. كان نجموا لي سي تكنيك نقابل عندنا ولاو خرب تو موجودين. سي دو فوار ان بروجي كامل دي فورماسيون بروفيسيونيل دون ديفلوبمون ديورابل. كيس كون بو فير معاه؟ شنو نجمو نعملو معاه؟ يعني فما برشا يعني افكار موجوده، يلزمنا نتلموا كل ما بعضنا الطاقات اللي موجوده في منزل بورقيبه كل باش ننفذوهم ونجحوا مشروع. فما فكره توجد، لا خلي الميكرو عندك، فما فكره توجد في مخي بحكم عندك علاقه مع الالمان وكل شيء. احنا راديو صوت منزل بورقيبه راديو سور انترنت على الانترنت، ونتمنوا ونحلموا باش نولوا راديو سور اف ام. فماش زعما جمعيه مثلا المانيه ولا حاجه الالماني نجم يعاونونا باش نجموا احنا تولي راديو يعني اف ام كيما يعني موزايك كيما شمس اف ام، يولي راديو صوت منزل بورقيبه. احنا نحل اي انسان باش يوصل يحلم بالحاجه ويتطور. انا من مؤسسين راديو صوت منزل بورقيبه، هذي تعرفوا انتم هذا الخدمه اللي قاعد نخدم عليها ان شاء الله في المستقبل. دابور لاور الامكانيات باش نحب نلقاو بروجي يعني بودجي للبروجي نتاع الراديو هذا. اول حاجه باش ندابور نعملوا ماتريال ونعملوا دابور سكيفوكم يعني تجهيزات كامله باش تخ يعني باش تخدموا عليه انتم على راحتكم. الحاجه الثانيه هي بعداش الاوبجيكتيف الثاني هو باش يولي راديو هذا يولي صوت منزل بورقيبه يكون في الافلام ان شاء الله في المستقبل. هذا سي سيور لازم المجهودات الكل تتحد مع بعضها باش نلقاو خاشي كل حكايه امكانيات وباش نلقاو يعني لي مويان باش يكون راديو منزل بورقيبه راديو بروفيسيونيل يعني فهمتني بين قوسين. صعيب شويه هو تعرف مشاكل تو الراديوات كلهم عندهم مشاكل ماديه باش تدخل هذا تعمل الببليسيتي باش تعمل هذا باش تعيش منه. صعيب شويه في المده هذه اون فيرا في المستقبل يعني كيفاش تصير الامور والرؤيه الجايه ان شاء الله في صعيبه مش مستحيل. لا مش مستحيل، قلنا صعيب نحن صعيب. لا ان شاء الله نوصل ان شاء الله نوصل. حتى كل شباب طبيخ وناس في بالي عندنا شيء ونحبوا بشر يعني مولين ونهار وما نتقلقوش ونمشوا حتى كامل تراب الجمهوريه نغطوا في كامل تراب الجمهوريه ليل ونهار وما نتقلقوش. هذا قاعد نشوف فيه وزي. نحب نقول راهو منه هكا راهو حتى البلدان الصديقه نقولوا احنا كيما المانيا وكيما فرنسا واحد وكل شيء سلام. هما بيدهم يحبوا يخدموا مع الجمعيات ما يحبوش يخدموا ديريكتومون مع البلديه. يقول لك الجمعيه عندها هي اللي تعمل المشروع، هي اللي تتبنى المشروع هذاك، واحنا نعاونوا الجمعيه اللي هي باش تخدم للبلديه. خاطر كل مشروع تعملوا جمعيه فايت البلديه ما عنده وين باش يمشي، ماشي للبلديه. دونك احنا البلديه باش تقول توافق على المشروع هذاك يمشي ولا ما يمشيش، معناها تعجب ولا ما تعجبش، مع المواطن اللي هو باش يقترح يقول هذاك بالمجد باهر احنا باش نحبوا هكا المشروع هذاك يتم في 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 بلادنا. دونك هنا رانا ديما الجمعيات راهي عندهم قيمه كبيره بالنسبه للبلديه، وراهو من غير جمعيات البلديه ما تتقدمش. رانا ما نجموش نخدموا من غير جمعيات، دونك الجمعيات لازمكم تهتموا برشا بالجمعيات وتقولوا للجمعيات باش يحضروا روحهم، وكل واحد يبدا ينشط اكثر، وكل واحد يبدا يخمم كيفاش باش يعمل بالنسبه للمنزل بورقيبه شنو اللي عنده، يعمل اون باز دو دوني يخليها عنده. انا باش ما يقولش لا انا ما عندناش، على عطيتك المشروع الفلاني معناها حديقه فضاء شو اسمه اخضر ولا كما حاجه كما هكا، تلقى ديما عندي مشروع باش نجم. وتم برشا كما قال لك برشا بلدان اللي يحبوا يتعاملوا مع تونس
بيقول لك احنا رانا نعمله. والدول مثلا كما المانيا يخصص اعتمادات للبلدية نتاع باقي المكان هذاك باش تتعاون مع بلدية من البلدان كما شمال افريقيا والواحد الكوري. دونك هنا ثم برشا حوايج راهو الجمعيات ينجموا يقوموا بها الفايدة البلاد والفايدة تاعهم هما اكثر من كل حاجه. لازم نقول كلمة الثانية أنا باسكو مشينا. والثالث حاجة توا بار الجمعية هذه قلنا عليها فما زاد مع مواطنين هنا في مازن بورقيبة في جمعيات نحبوا نعملوا كوميتي زاد إن شاء الله نعملوها الفترة هذه كوميتي باش نحضروا السنتينير تاع لا فيل دو مازن بورقيبة بلدية مازن بورقيبة. السنتينير هذه نحبوا تكون فيها فيستيفيتي جمعة كاملة يعني جالا دو بوكس تورنوا دو بيتانك تورنوا دو فوت مسرح غناء سينما رندو حتى نجم ناخذ ونعملوا بوديوم ونعملوا فيه نجيبوا جروبات من المانيا من سويسرا من فرنسا حتى لي زونسيان اللي كانوا عايشين في فرنسا في مازن بورقيبة هنا يجموا يجيوا يشاركوا معنا ويحضروا بحضورهم ويحضروا على البلد حتى العباد حتى يمكن نلقاوش اولادهم اللي بناوا بلديه مازن بورقيبة يجيوا يحضروا ويشوفوا يعني الفستيفيتي هذه ونشاركوهم. هذا هو تو البروجي ان شاء الله في الجمعه هذه ان شاء الله نقابلوا جماعه ونخلقوا الكوميتي هذه الكوميتي دو ترافاي على السنتينير تاع مازن بورقيبة. السنتينير هذه نحبوها تكون فيستيفيتي كامله تجي تغطي نحبوا التلفاز يجيو الراديوات يجيو هنا ويوريو مازن بورقيبة راهي مدينه تحب تعيش تحب تخرج من المأزق الموجوده. راهي مدينه زاده كانت عندها ثقافه قبل وعندها كل شيء وعندها شباب يعني اللي يجم ينجح التظاهره هذه من كل الانواع كلها رياضيه وثقافيه واجتماعيه وحتى اقتصاديه فهمتني. ان شاء الله ننجحوا فيه البرنامج هذا خاطر ان شاء الله باش يكون في العام الجاي يعني الفيستيفيتي هذه ونخليوا مازن بورقيبة كلها حافله يعني من روندو حتى التينجا والناس الكل نحبوا دي بوديوم موسيقى وغناء ومسرح حتى السينما نعرضوهم حتى في القهاوي يعني حتى نجم نعرضوا افلام في المقاهي يقعدوا العباد يتفرجوا يعني نخليه مدينه مازن بورقيبة مدينه ثقافيه رياضيه نعطيه حتى اكزامبل مازن بورقيبة راهي مش فيها يكلمك يقول لك فيها السلفيين وفيها الاجرام وفيها درجه لا يا سيدي مدينه مازن بورقيبة كي المدن الموجوده في تونس الكل عندها كل شيء عندنا فهمتني موجود عندنا ونحاول نتعاملوا كل مع بعضنا ونخدموا بعضنا الناس الكل المواطنين الكل بمجموعتهم الكل وان شاء الله نوصل للاورجانيزاسيون هذه نتاع الفيستيفيتي وننجحوا فيها ان شاء الله. من مقر رئيس بلديه مازن بورقيبة حلقة جديدة من برنامج رجال البلاد إن شاء الله تعجبكم وشكرا.